عارف كوباية القهوة دي هتروح فين؟ فين؟ شايف الزبون اللي مدينا ظهره ده؟ ايوه روح نزلها له. حاضر. واسمع، أي عيل أو أي طالب يجي لك القهوة وقت المدرسة إياك تنزل له مشروب واحد، ولا أقول لك على حاجة؟ لو دخل من باب القهوة هحاسبك أنت. طب وإحنا مالنا؟ أنا اللي بقول لك اطرده، يعني إحنا مالنا؟ مش هو اللي بيهرب من المدرسة ويجي عندنا هنا يا عم محمود؟ يعني إحنا هنا متوى بقى اللي بيهربوا من المدرسة ولا إيه؟ صباح الفل يابا. صباح النور يابا، في إيه؟ كنت عايز فلوس المدرسة عشان أروح المدرسة. عايز كام يا حبيبي؟ عايز 40 جنيه يابا. ليه 40 جنيه يا محمد؟ انا كنت بروح بنص جنيه يابا. على ايامك غير ايامنا يابا، انا لسه بروح باخد عربيه يابا، بروح المدرسه يابا. ما كان انتوا كنتوا زمان بتاخدوها على رجليكم ماشي. لا حول ولا قوه الا بالله. يلا بس يابا عشان ورايا امتحان متاخر. ما ينفعش. طب 10 جنيه يابا هركب عربيه بايه وهيبقى معايا ايه يابا؟ استغفر الله العظيم يا رب. طب بص يا ابني، خد 30 وسيب لي 10 جنيه، هجيب غدا هتغدى بيها. ماشي يابا، بس على فكره انا كده يمكن استلف من واحد صاحبي على فكره. ماشي استلف. يابا طب انا اعمل ايه؟ ما انا المصاريف مش هتقضيني يابا. ماشي يا محمد، طب اتصرف يابا وانا هبقى اديهم لك بكره. خلاص ماشي. عايز حاجه حبيبي؟ تسلم. سلام. خد بالك من المدرسه. ها ماشي. واهاليهم يعرفوا ان هم بيهربوا من المدرسه وبيجوا يقعدوا عند عمك محمود في القهوه، والناس تقعد تحاسبا عليا في البيوت بقى. طب ما والناس تقابلني في الشارع تقول لي انت اللي بتقعد العيال عندك في القهوه وده وقت مدرسه، يبقى واخد فلوس من ابوه الغلبان اللي شيان طول النهار وطفح الدم ويقعد عندي في القهوه. ما عنديش الكلام ده. العيل يخش من باب القهوه انا مش عايزه يا عم، اطردولي. طب ما هو ده رزق لينا يا عم. يا عم مش عايز الرزق ده يا عم. يلا شوف انت وراك ايه. العيل يخش من قلب اقول لك اطرده. حاضر يا عم. واللي اتكلم معاك تعالى قول لي. حاضر يا عم محمود. يلا يا عم. مدرستي ايه؟ انا لسه واخد فلوس ورايح على القهوه بتاعت عمك محمود. ماشي انا رايح على هناك ومستنيك. يلا سلام. نعم عم محمود. بعد صلي بينا على النبي محمد عليه الصلاه والسلام. شفتني انا بسايخ العده ازاي؟ اي شغلانتك من دلوقتي الساعه دي بتاعت نظافه طول ما فيش زبون في المكان. حاضر عم. تمسك الفرغات دي كلها تسيخها لي، وبعد ما تخلص تروح ماسك البرطمانات دي كلها. حاضر. تغسلها لي، وبعد ما تغسلها تملاهم وتحط في كل واحده نص ليمونه. حاضر عم محمود. دي شغلانتك الساعه دي. حاضر. وانا هوصل مشوار صد رد البيت واجي عينك في المكان لحد ما اجي. حاضر. خلاص. حاضر. وزي ما قلت لك مفيش عيل يخش وقت المدرسه القهوه. سلام. صباح الفل يا عم انور. صباح الفل يا عم محمود. الله يبارك لك. عامل ايه يا عم انور حبيبي؟ الله يصلح حالك. ايه الاخبار؟ المواقف زي دي وسخه. معلش بقول لك يا عم انور، امورني يا غالي. انا عشمان فطاله. امورني. انا جاي فطار، والواد اللي محمد اللي شغال معايا في القهوه فطر. تعال افطر معايا يا اخي. مش هينفع. طب عشان الشغل. طب بالله عليك تعال افطر معايا عشان الشغل. طيب يا اخي ده انا جايب هنا جايب ايه؟ ده انا جايب عيش وطعميه وفول. الف انا وشيف حبيبي. بالله عليك هعطلك شويه. هعطلك شويه. طب تعال افطر معايا. خلاص مفيش مشكله. طب اجيب دي ولا اسيبها؟ لا لا هاتها معاك. وعم محمود مش هنا ولا ايه؟ لا مش هنا. خير في حاجه ولا ايه؟ يا عم مفيش حاجه. انت بتتكلم ليه كده؟ انا لما اكلمك ازاي يا عم؟ واحده شاي وواحد تفاح. ايه ايه ايه؟ واحد شاي وواحد تفاح؟ ايه يا عم في ايه يا عم؟ مفيش منه الكلام ده. ليه يا عم؟ وفي حاجة ولا ايه؟ ليه عم محمود صاحب القهوة منع أي طالب يخش الصبح هنا القهوة؟ هو فين عمك محمود؟ أنا مش عم محمود راح مشوار وجاي. يا عم خلاص. بالله عليك ما تجيبليش الكلام معاه. إيه اللي طالب يا عم؟ يا عم اعتبرني ما كنتش في المدرسة أصلا. لا يا عم ما اعتبركش يا عم. أنت ترضالي الأذى لما هو يجي يمشيني؟ طب تزعل ليه يا عم؟ أنا بقول لك أنا عايز أطلب واحد زبون وجاي يطلب مشاريف. لا لا تعالى. هروق عليك. إيه تروق عليا دي؟ يا عم هرضيك هرضيك هروق عليك والله. يا عم بالله عليك اصحابي جايين دلوقتي هيروقوا عليك برضه. يا عم تعالى بس بعد الظهر كده وانا هروق عليك. انت تعالى لي بعد الظهر وانا هروق عليك. عم انا مش لكن ما تجيليش عشان عم محمود ما يجيش يزعق لي. بالله عليك يا عم محدش هيتكلم. وعمك محمود مش هيعرف اللي انا في مدرسه. فسيبك. وفي شويه صحابي اربعه اصحابي جايين يعني هتروح الدنيا هتظبط معاك. يا ابن الزعيم انت وهو في القهوه ده. وبعدين انا مش قلت مفيش عيال من بتوع المدرسه تخش القهوه عندي الصبح؟ خش يا عم انور. يا نهار اسود. محمد ابني. ابنك؟ ابنك ايه يا عم انور؟ محمد ابني بيقعد عندك هنا؟ بيقعد عندي هنا في القهوة؟ في المدرسة بيقعد عندك هنا؟ يعني ده محمد ابنك؟ طب تعال عشان اعلمهولك الادب. خش يا عم انور. اللي انت بتعمله ده؟ والله العظيم ما عملت حاجة. انا مش مانع العيال دي ما تخشش المكان طول ما في مدرسة. هو اللي جالي. تعال خش يا عم انور. تعال شوف خبتك وتربيتك. هو اللي جالي قال عايزين نقعد هنا انا واصحابي. روح شوف شغلك. هلا انت. هلا
ايه؟ طب نعم انور بجد؟ اه. اللي جايبك هنا انا ساعة المدرسة؟ ما كانش عليها حاجة الحصة الأولى فقلت أقعد هنا شوية. ما كانش عندك ايه؟ حاجة الحصة الأولى قلت أقعد. بتعمل ايه هنا يا محمد؟ وأنت رأيك ايه في اللي ابنك بيقوله ده؟ أنت بتعمل ايه هنا؟ أنت مش جاي الصبح قلت لي أنا رايح المدرسة؟ ما كانش رايح حاجة يابا في الحصة الأولى قلت مش قلت لي يا ابني وقلت لي اديني فلوس يا ابني عشان أروح المدرسة؟ حصل. طيب جاي بتعمل ايه هنا؟ ما كانش عليها حاجة بقول يا ابني حرام عليك تعبتني يا اخويا. هدي نفسك هدي نفسك هدي نفسك هدي نفسك. ايه الطريقة دي؟ هو ده رد فعلك ان انت لما لقيت ابنك واخد منك مصاريف وقال لك رايح المدرسة وجاي يصرفها على القهوة بتعمل ايه هنا يا ابني؟ هو ده رد فعل. طب اعمل ايه يا عم محمود؟ ايه اللي انت عامل ايه؟ والله العظيم غلبني والله العظيم. اسند ظهرك وابلع ريقك. انت يالا اللي جايبك هنا يالا؟ ما كانش عليها حاجة الحصة الأولى فقلت اقعد شوية انا واصحابي هنا. بس هو العيب مش عليك، العيب عليه هو. المفروض اول ما انت مديت له ايه، مديت ايدك له انا عايز مصاريف المدرسه يقول لك ليه؟ ما هو انت تعرش على زيري عايز تطلع تشتغل وتجيب مصاريف المدرسه اصغر منك وشغالين، واصغر منك ورشجيه، واصغر منك وصناعيه. اديك بتاخد الفلوس من ابوك وتيجي تصرفها على قهوه. مفيش منه الكلام ده. انا طربستك لو تديني 1000 جنيه ساعه المدرسه انا مش عايزها. والحمد لله ادي واحد جه ما رحتش جبتك من البيت. انت جاي وتصرف الفلوس هنا في القهوه. عشان اهاليكوا بتزعل. وانتوا بتوع اهاليكوا ما بتدورش عليكوا. وانت راجل غلطان. بدل لقى واحد ياكله ويشربه لا مؤاخذه يطبطب عليه ويدخله الحمام هيعمل اكتر من كده. طب هيتعلم لنفسه محمود. مش هيتعلم لنفسه. انت كان املي فيه والله يتعلم ويبقى حاجه. املك بلا عمرك. اسمع الكلام يا عم انور. انت راجل غلبان وعلى قد حالك وبتاكلها بالحلال. الحمد لله. وبتاخد الرزق اليوم بيومه. اللي زي كده ما تشغلش مالك بيه. اللي زي كده ما تدورش عليه، اشتغل لنفسه ما اشتغلش لنفسه، بكره اللي مش حلو غصب عنه الدنيا هتخليه يبقى حلو. لما يكون واحد من سني في المدرسه كان معايا وانا راجل فاتح قهوه وهو فاتح عياده وبقى دكتور ببقى عايز اضرب نفسي بالمدرسه على راسي واقول يا ريتني اتعلمت، يا ريتني فتحت الكتاب، وكلنا كنا كده. طبعاً. انت يا ابني مش هتعرف قيمه اللي انت بتعمله ده الا بعدين. يلا يا حبيبي شوف انت وراك ايه. يلا. انت راجل غلطان، اللي زي كده ما تسالش عليه ولا تدور عليه. بص لنفسك. انت رجل بره ورجل جوه. الناس بتموت وهي نايمه، ما تشغلش بالك بعيل زي كده. ما بقوله لعم محمود يكبر يسندني ويسند نفسه لما يكبر. اذا كان هو مش عارف يسند نفسه. ما عندك بنتين ما قصروش معانا. كان عندك بنتين وبتجهز فيهم عشان تسطرهم، سطرهم. انما اللي زي كده ما تشغلش بالك بيه. وانت يا محمد قسما بالله عيل زي كده هيخش القهوة وانا مش موجود ساعة المدرسة لمشيهم ومشيك قبلهم. انت سامع ولا لا؟ حتى العيل مالوش صنف في الطلب ده عكر مزاجنا. تعال بقى نفطر يا عمان. ومين اللي نفسه ياكل يا عم محمود بعد اللي حصل؟ احنا هناكل. تعال.